بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حديث الامام الطيب فضيله الامام نبدا مع فضيلتكم حلقه اليوم باسمه الوهاب ما اخذ الاسم ومعناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فاسم الوهاب هو من الاسماء الحسنى وورد في القران الكريم طبعا في اكثر من موضع وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. نعم. وايضا ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. نعم. فاذا ورد في القران الكريم وايضا بهذا اللفظ. نعم. وورد كذلك في الحديث كما تعلمنا كل مره في الاثبات او الدليل على ان هذا الاسم او ذاك من اسماء نعم. الله الحسنى. مأخذه يعني آه هو من العطاء نعم يعني هو آه الهبه مأخوذ من الهبه والهبه معناها العطاء نعم او الاعطاء انك اذا وهبت شيئا لاحد فمعناها انك انت تعطيه هذا ولكن فرق دقيق جدا آه او شرط هنا مهم نعم تسمى هبه اذا كان هذا العطاء بدون انتظار مقابل نعم يعني الهبة عطاء بغير مقابل عطاء خالص دون مقابل خالص تعطي ولكن لا تنتظر ولا تأخذ مقابل نعم. لهذا العطاء حينئذ أسمي عطيتك أسميها هبة فالهبة هي العطاء بغير مقابل, مقابل. ده في مقابل إيه؟ في مقابل العطاء بمقابل نعم. دا أسميه البيع أسميه البيع أسميه المبادلة أسميه أي شيء لكن لا يأخذ أبداً اسم الهبة. الهبة ولا معنى الهبة لأن الهبة شيء عظيم لأنه فيه عطاء بدون انتظار لا. البيع يعني فيه عطاء بانتظار انظر مثلاً إلى ال... والبيع ده طبعاً يعني أساس البيع وال... أو التبايع أو الشراء والبيع لا. أساس الحياة فكل من المتبايعين البائع والشاري يعطي صاحبه شيئاً في مقابل ان ياخذ شيئا اخر منفعه متبادله نعم هو يعطيك آه نعم. الـ الـ سلعة مقابل نقود سلعة في وهو طبعا مش هيديك دي ومش منتظر الثمن نعم فواحد يعطي الثمن وواحد يعطي الـ السلعة فاذا الهبة هي عطاء بلا مقابل نعم البيع عطاء بمقابل, آه بمقابل. الوهاب بهذا المعنى اللي هو يعني سبحانه وتعالى سبحانه. والذي يعطي دون مقابل. لا. هذا الاسم لا يتصف به الا الله سبحانه وتعالى. لا. وسيتبين لنا فعلا ان غيره لا يعطي بدون انتظار. لا. وانما دائما يعطي وخاصه اذا اعطى مالا لان احنا نعرف لا. ان المال يعني سبحان الله قدم على 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 الاولاد المال والبنون زينه الحياه الدنيا. والذين يجاهدون باموالهم بأموال وانفسهم. صحيح لو لو حضرتك يعني ذكرتنا استعرض كل الايات الوارده في الجهاد. الجهاد كل شيء. الجهاد هو يعني البذل. نعم. فدائما جاهدوا باموالهم وانفسهم. نعم. يعني تقدم المال على النفس. ما جتش مره جاهدوا بانفسهم واموالهم. نعم. فتقديم المال على النفس ده هم يعني يدل على ان الانسان جبل على حب هذا المال, المال وانه ان طبيعته ايضا جبلت وطبعت على ان دائما الانسان يشح به بي ويبخل به بي. نعم. فما بالك اذا اعطاه اذا اعطاه لابد ان ينتظر مقابلا مقابلا له نعم. يعني يصعب عليه جدا ان يعطيه بدون مقابل حتى لو كان هذا المقابل هو الثواب نعم. يعني في ناس كثير مثلا تعطي اموال ورغم ذلك يعني يشق عليها هذا. نعم. لكنها لا تعطي دون انتظار لا ثواب ولا ولا هذا نعم. يعني غير وارد في بني ادم. واتضح لنا هذا في باب الزكاه، زكاه المال طبعا لما كان امتنع عنها الكثير من الناس وحث عليها الرسول وحث عليها الصحابه. ومع ذلك يصعب نعم. عليهم جدا ان ان يخرجوا الزكاه كثيرون. نعم. حتى يقول لك انا احتال، ح... يقول لك انا حقسطها مش عارف على ايه. طيب ممكن انا والله اجهز بها مش عارف عروسه ولا اجهز بها يعني قد تكون العروسه دي يعني كماليات مش محتاجها لكن هو يصعب على ان يعطيها لفقير نعم. بلا مقابل فاذا الوهاب بهذا المعنى نكرر الهبه هي الاعطاء بدون مقابل نعم. الوهاب بهذا المعنى اسم يختص به الله سبحانه وتعالى ولا يصح أن يطلق على العبد نعم. نظرا لأن العبد مطبوع خلقته كده يعني نعم. أنه هو يعطي وينتظر نما نعم. يعني يصعب أو يندر أو إن لم يكن يعني يستحيل أن يعطي عطاء خالصا دون آه مقابل. بدون مقابل وأقله نعم. المقابل أقل يعني ما ينتظره هو الثواب عند الله سبحانه وتعالى فكأنه بيدفع في بضاعة يدفع سواء كانت زكاة او طبقة او غيرها ينتظر في مقابل الثواب طبعا لا يجوز شرعا اطلاق اسم الوهاب على البشر لان طبيعتهم طبيعه البشر ودي اللي احنا يمكن انا يعني كل مره اركز عليها انظر الى جوهر الشيء وما يتطلبه هذا يعني هذا الخشب طبيعته انه لا تسري فيه الكهرباء اطلاقا فحينما تقول الا انا حخلي يعني حخليه يشعر, يشعر بالكهرباء هنا هذا هو الاشكال كانك انت تجيب له نقيض تحطه له يعني في النقيض آه. لان العقل يقول ان النقيضين يستحيل ان يجتمعا طبعا يعني حنخليهم ضدين لان طبعا النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان والضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان ده كلام انا بس بقوله كده علشان بس اعرف اني او, أو اقدر اوصل رساله انك انت يعني لا تستطيع ان يعني تجمع الشيء مع ضده في نعم. ذات واحده. فاذا شوف جوهر الـ 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 الانسان كالخشب لا نعم. يقبل ابدا طبيعته كده لا تقبل انه يعطي بلا, بلا مقابل بلا مقابل. فاذا لما تدي له اسم الوهاب اللي هو أن يعطي بلا مقابل كأنك بتدي اسم قابل للكهرباء للخشب لا. طبعا هذا ايه مستحيل اظن مش عارف مثال واضح يعني قد نتساءل وماذا عن بعض انواع العطاء البشري مثل عطاء الوالدين مثلا هما لا ينتظران المقابل المادي من اي من ابنائهم على الاطلاق لا يا سيدي ده يعني ممكن اقول ده ده مدفوع الاجر سلفا اولا الفضيلة سرورك الفضيلة؟ بالابن وبهجه والبهجه التي تشعر بها كلما نظرت الى ابنك كلما نظرت الى بنتك كلما يعني كبروا امامك ده بالعكس دا انت بتقبض اول باول نا. وهو البهجة والسرور والمتعة والمتعة دي ببلاش فلا يعتبر هبة لا, هبة لا لا يعتبر هبة لأنك أنت فعلا نا. يعني ولا ينسحب تعطي عليه هذا تعطيهم التعريف. لتستريح نا. يعني تعطيهم لتفرح نا. تعطيهم لتستمتع فالمقابل مدفوع مقدما ما أنا بقول مدفوع مقدما وأنا متوقع مثل هذا السؤال كل يعطي يعني مع الانتظار إلا الوهاب سبحان الله هو وحده لا. فقط الذي يعطي ويمن بدون لا. سؤال وبدون انتظار وده الواحد بس لو فكر في حياته كده يصل الى هذا المعنى اذا يعني الوهاب ماخوذ من الهبه الهبه هي العطيه بدون مقابل وده في مقابل البيع والشراء وهو العطيه بمقابل هذا الوصف هذا المعنى وهذا الاسم بهذا المعنى اسم مختص به الله سبحانه وتعالى ولا يوجد في طبيعه البشر يعني لا في طبيعه البشر ما يؤهلها لان ترتقي الى هذا لا. المستوى وهي ان تمنح دون ان تفكر في اي عائد. فضيله الامام وهل يهب الله العبد الذي يساله فقط الهبه ام يهب الجميع دون سؤال؟ آه طبعا من صفات هذا الفعل الالهي سبحانه وتعالى اولا كما قلنا رقم واحد بدون عوض. ثم انه عام. لا يختص به مثلا الانسان دون غيره وانما يختص به كل كائن كل الموجودات كل فضيلة الموجودات الان. التي يعني يصلها رزقها حيث هي لا. ايضا هو يعني المخلوق كما قلنا يعطي بعوض وفي نفس الوقت قاصر لا. يعني اذا اعطى اعطاءه محدود وعطاءه منقطع عطاء نعم. الله سبحانه وتعالى لا ينقطع غير محدود وغير, غير محدود, محدود وغير عطاء الإنسان كذا وكذا نجي لرقم ثلاثة أنه يهب من غير سؤال يعني الله سبحانه وتعالى هبة مستمرة رزقه مستمر وحتى يعني شراح الأسماء الحسنى يذكرون في في هذا الموضع يعني قصة قصة بسيطة يعني لكن لها دلالة على على ان على ان سبحانه وتعالى انه يعني يعطي باستمرار يهب باستمرار لا ينقطع انه لا يعني احد الاسرياء ارسل برضه لاحد الزهاد الفقراء اذكر ما يفوتك قل لي ايه الحاجات الناقصه علشان اجريها عليك اجريها عليك فطبعا هو هم دول اعطوا الحكم في الكلام حقيقه يعني سبحان الله نعم لان الزهد في الدنيا يفجر الطاقات الروحيه الاخرى فهو قال قل لصاحبك انا في جرايه من اذا غضب لا يقطع جرايته عني. قطع عليه الطريق قال له نعم. شوف صاحبك ده لو زعل علي هيمنعني نعم. هيوقف لكن انا في جرايه اللي لو زعل علي وغضب علي حيرزق يستمر عطاؤه ورزقه كما هو. فهم نعم. طبعا دائما دي يعني دلاله على ان عطاءه سبحانه وتعالى ثم ان يعني حتى الفلاسفه مش عن الصوفيه حتكلم عن آه. الفلاسفه الالهيين ان العطاء يسمونه الفيض الالهي آه. فيض الالهي مستمر لا ينقطع ومن يتعرض له يعني يستفيد منه فاذا سبحانه وتعالى يعني يعطي يعني يعني بغير عوض بغير آه انقطاع بغير سؤال نعم آه. دون, بغي آه. دون بغير سؤال. آه. سؤال. سؤال وحضرتك لك ان تتامل احنّا مثلاً كلّنا يعني بنصبح بال... الصبح بنفطر وبنتغدى أظن ما فيش حد مات من اه بسبب أنه ما فطرش وأنه ما تغداش أو اه مات لا. ومع ذلك هل منا من من العباد كلّ صبح يقول لي يا رب اللهم ارزقني الإفطار وأرزقني الغداء والعشاء ما فيش يعني إذا سأله إذا سأله اسأله الرزق والرزق في باله الفلوس والشغل وكذا 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 نعم انما شوف مثلا الطعام وهو الصق الاشياء بالانسان ثلاث مرات في اليوم ودون ان يسال الله سبحانه وتعالى بان كل مره ومع ذلك يستمر هذا فهذا فمعناه عطاء بدون سؤال نعم وده اكبر دي الحجه عندنا ان الناس يغفلون عن سؤال الله سبحانه وتعالى ان يطعمهم في الفطار ويطعمهم في الغداء وانا رايت بعض ال المسلمين في 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 اوروبا يعودون اطفالهم بان يبداوا طعامهم ببسم الله ولا بد في اخر الطعام قبل ان يقوموا ان يقولوا الحمد لله. نعم. يعني شكر لله سبحانه وتعالى ويا وحبذا لو احنا يعني عودنا اطفالنا منذ الصغر أنه آه ما يمدش ايده على الطبق الا اذا قال بسم الله. نعم. وما يقومش ويجري الا اذا يقولوا له تعال انت قلت الحمد لله. لا نعم. يلا قول الحمد لله عشان تمشي. فيعني ده درس المفروض احنا اه او اقل ما يجب علينا نحو شكره سبحانه وتعالى م. في ان نشكره ونحمده بعد كل وجبه من وجبات الطعام وحتى وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى حينما كان يلبس شيئا جديدا ما كانش يلبس ويقف قدام المرايه ويعني يوضب نفسه لا كان يقول الحمد لله الذي رزقنيه نعم. من غير حول مني ولا قوه اللهم البسني من ثياب الجنه ثم يذهب الى يعني الغيار القديم فيتصدق بي لان هذه هي العله فضيله الامام ما قاله الرسول نعم. الكريم صلى الله عليه وسلم من غير حول لي ولا قوه الكل يعتقد فعلا. انه بعمله ومجهوده وما له بالعكس اكتسب رزق الطعام ورزق الملبس ورزق لا وجال يا سيدي شوف شوف اللي, اللي هو الكورونا ده الفيروس الضائف نعم شوف خسر العالم في في, في اقتصاده ايه؟ حاجه تافهه جدا. نعم. كل مؤشرات الاقتصاد هبطت والغلاء يعني ما لو كان يعني نعم. فيروس كده شد حيله شويه ولا تنتهي الحياه. فاذا الانسان عاجز يعني هو بحول بي الله وقوته. نعم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل قال الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة يعني أنا بحولي وقوتي ما أقدرش أعمل كده وبعدين يدعو اللهم ألبسني من سياب الجنة ثم الشكر أنه يتصدق بالقديم فإذا الله سبحانه وتعالى كما تفضلت يهب من غير سؤال ماذا عن الافعال التي يخلقها الله سبحانه وتعالى في العبد افعال الله سبحانه وتعالى هي فيما يتعلق ب يعني الافعال التي يخلقها في عباده لا. هي قسمين قسم يترتب عليه يعني النعمه من مظاهر نعمه لا. من مال وولد وصحه وعلم وجاه ومال الى اخره لا. فهذه طبعا افعال واضح انها هنا اسم الوهاب ينطبق عليه لا تماما. لأنه وهبه نعمه. لكن هناك نوع اخر من من الافعال التي يخلقها الله سبحانه وتعالى في في عباده وهي الافعال التي في ظاهرها في ظاهرها تترتب عليها يعني انواع من الالام. نعم. آه مرض، آه فقر، آه الم آه يعني حزن غير وغير غير إلى كل هذه طبعا من الـ من الـ من الاشياء اللي هي مكروهه بالنسبه لا. للانسان او غير محبوبه بالنسبه للانسان. هذه الافعال ما اقدرش اقول ان هي اثر من اثار الوهاب لان احنا قلنا لا. الوهاب واضح في المال والرزق والصحه وكذا والاولاد لا. وكذا. لكن هنا مش واضح اسم الوهاب لانها هذه الافعال ليست من النعم. انما في, في ظاهرها ان ها. هي من الابتلاء والاختبار. لكن هل أسب... يعني هل في الاخر ترجع الى معنى الوهاب ربنا يهب المرض نعم ويهب الـ 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 مثلا الفقر ويهب كذا ويهب كذا حنعرف في الاخر انها فعلا تدخل تحت اسم الوهاب. لا. وهذا ما يعني ما نريد ان نركز عليه لان ناس كثيرين يقولون طب هو وهاب في صح الصحة وكذا 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 طب كيف يكون وهابا في أن يخلق المرض في أو يخلق الفقر أو يخلق التعب أو يخلق المشقة أو يخلق يعني الضيق الاكتئاب كل ده نعم. فكل هذه يعني آلام ومكروهات للنفس كيف هل أسميه وهاب نعم أسميه الوهاب نعم. أما كيف إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نتولى هذا شكرا فضيلة الإمام وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة